الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قلت وقولك حق، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله الهداية والتوفيق لطاعته، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين الطائعين، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأحذركم وأحذر نفسي من مخالفة أوامر الله وعصيانه، لأن الله سبحانه وتعالى أعد نارا وقودها الناس والحجارة للعاصين المجاهرين بالمعصية، فقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد، فإن حديثنا اليوم عن أسماء الله الحسنى وأثرها، فنقول إن معرفة أسماء الله الحسنى لهي من الأهمية بمكان في حياة كل فرد منا، لأن حياته الإيمانية متوقفة على فهم هذه الأسماء ومعرفة معانيها. لهذا ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بعضا من ذلك، واهتمت بهذا الأمر اهتماما بالغا،
حتى يعرف العبد قيمة إيمانه بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. من ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولما سمع المشركون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: يا الله يا رحمن، قالت قريش: إن محمدا كان يدعوكم إلى رب واحد والآن يدعو ربه، أو هناك إلهين إلهه والرحمن. فنزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكذلك ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر القرآن الكريم بعضا من هذه الأسماء في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولما جاءت قريش إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث عن أبي بن كعب أنهم جاءوا ليسألوه: انسب لنا ربك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعضا من أصحابه، وعليهم قائد في سرية لغزو بني فلان، فكان هذا القائد لا يصلي بهم إلا بقل هو الله أحد،
ولما رجعوا ذكروا ذلك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن فلان هذا كان يصلي بنا، قل هو الله أحد، أي بسورة الإخلاص. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سألوه ما الذي أعجبك في سورة الإخلاص؟ ما الذي أعجبك في سورة الإخلاص؟ فقال: إنها قد احتوت على صفات الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبسبب ذلك وقال: أنا أحب صفة الرحمن هذه. فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبشره بأن الله قد أحبه، وفي رواية بشره بأنه قد دخل الجنة بسورة الإخلاص. كما أيضا ورد أن بعضا من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله في صلاته بسم الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك يا رب أن تغفر لي. فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره الله بأن الله كما قيل قد غفر له غفر له غفر له 3 مرات، لأنه كان يقرأ أو يدعو الله باسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد. هل هذه الأسماء 99 دي في أسماء غيرها؟ في أسماء غيرها. إن لله 99 اسما. هذه الأسماء قال العلماء أنها توقيفية. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أزود أو أنقص. لكن في أسماء غيرها، نعم هناك أسماء غيرها. ما الدليل على ذلك يا عم الشيخ؟ أقول إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الأسماء وعرفها لبعض من خلقه. عرفها لبعض من خلقه فعلموها، وأخفاها عن بعض من خلقه. وهناك أسماء أنزلها في كتابه كما قرأناها على حضراتكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن عرف الله حق المعرفة عبده حق العبادة وأطاعه حق الطاعة. من عرف الله ومن علم بوجود الله وأنه الخالق وأنه المدبر وأنه الرزاق وأنه الغفور الرحيم وأنه شديد العقاب وأنه عذابه أليم وأنه سميع بصير وأنه عزيز حكيم
كل هذه صفات لله سبحانه وتعالى وأسماء له، وكذلك رحمن رحيم إلى آخر هذه الصفات وآخر هذه الأسماء. من علم ذلك حق العلم وحق المعرفة رجاء وطمع، وزاد طمعه في أن يغفر له. فمن علم أنه حي كريم حينما يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي، فإن الله عز وجل يستحي أن يرد يدي هذا العبد خائبتين صفر اليدين. ليه؟ لأنه يطمع في رجائه ويطمع في مغفرته، لأنه يعلم ويدعو ربا كريما. ومن كرم الله عز وجل ألا يرد دعوتك. كذلك أيضا قلنا أن هناك زيادة، نعم، حينما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، كما قلنا أن هناك أسماء عرفها لبعض الناس وأخفاها عن بعض، وأسماء أخرى أنزلها في كتابه، وأسماء أخرى استأثر بها في علم الغيب عنده. لذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. فمن قال ذلك ومن دعا ربه بهذا الدعاء إلا وقد أزال الله همه وفرج كربه. أزال الله همه وأزاح عنه الغم وفرج عنه الكرب. من القائل؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معنى معرفة أسماء الله الحسنى وأهميتها وعددها، فلو عرفها كل إنسان وفهم معانيها لزاد طمعه ودعاءه بهذه الأسماء رجاء في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهناك ثمرات عظيمة نتعلمها من فهمنا لهذه الأسماء الحسنى. لذلك أول ثمرة أن يتذوق العبد حلاوة الإيمان، يتذوق العبد بهذه المعاني العظيمة حلاوة الإيمان.
فضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. واستمع إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول حاجة محبتك لله ومحبتك لرسول الله أعظم، أعظم من أي حب، أي حب لمن؟ مما سواهما. أعظم من حبك لزوجتك، أعظم من حبك لولدك، أعظم من حبك لأبنائك، أعظم من حبك للمال، من حبك لعملك، من حبك لتجارتك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. 10 أصناف عددوا لك القرآن. يبقى عشان تجد حلاوة هذا الإيمان أن تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت الله وأحببت رسول الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه حلاوة الإيمان يقذفها الله في قلبك، فلا يكون أمامك إلا خوف من الله الذي أنعم عليك بنعمة السمع وبنعمة البصر وبنعمة الرزق وبنعمة المال وبنعمة الولد إلى غير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين قال أن يحب المرء لا يحب إلا لله، ما يحبوش عشان هو رايح مع أهل بيت تشكى، ولا عشان خدوا في العربية مشوار، ولا عشان اشتغلوا بيت، ولا علشان بشروا مصلحة، ولا علشان وظفوا، ولا علشان مثلا ماشي مع عشان مراته حلوة، ولا علشان صلى وصام لأمر كان إيه يطلبه، تلاقي العيال في الجامع ساعة ما تيجي الامتحانات في الجامع تلاقي العيال. انتهت الامتحانات خلاص الجامع ايه خير. ليه؟ كان بيصلي علشان خاطر ربنا ينجح والاساتذه سهل ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، وامه تقول له روح يا ابني لها ربنا ينجح. صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. يبقى عشان تتذوق حلاوه الايمان لا بد وان تحب اخيك المسلم حبا في الله. ومن السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل رجلان تحابا، تحابا في مين؟ في الله. اجتمع على حبهما في الله وتفرقا على
في الله. نمرة ثلاثة، قال لك وأن يكره أن يعود الإنسان إلى الكفر بعد أن تزوق بقى نعمة الإيمان ونعمة الطاعة ونعمة القرب من الله سبحانه وتعالى، يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. دي يبقى ذاق حلاوة الإيمان ثلاث أصناف، منهما أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، اثنين أن يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا فهمنا ذلك، إذا فهمت محبة الله وفهمت حلاوة الإيمان، هتدعو ربنا أنا عند ظن عبدي بي. إذا كنت عارف إن ربنا ده غفور رحيم وبتسأله إنه يغفر لك ثم يغفر لك، فليظن عبدي بي ما شاء. نمرة اثنين من ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى إن أنت تتشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، تتشوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. هل يرى المؤمنون ربهم؟ نعم، المؤمنون سيرون ربهم يوم القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما أن العاصين يعجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون من رؤية الله سبحانه. ومن أحب الله، اللي بيحب ربنا بيحب إيه؟ لقاء الله. من أحب الله أحب الله لقاء، ومن كره الله كره الله لقاء. فتقول السيدة عائشة أو أحد من أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لنكره الموت يا رسول الله. حد يحب الموت؟ ده الموت ده هو نهاية كل إنسان، وما بعد الموت حياة برزخية، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم بعد البرزخ وقوف وحساب أمام الله سبحانه وتعالى ليحاسبك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبتقول له إنا لنكره الموت يا رسول الله، لا ليس ذلك. فمن يحب الله سبحانه وتعالى بشر برضوان من الله سبحانه وتعالى وبمحبة من الله سبحانه وتعالى. فمن أحب الله أحب الله لقاء، فيكون مقبل على الله سبحانه وتعالى. أما العبد الطالح الفاسد العاصي يكره لقاء الله، لأنه يعلم أن أنه سيدخلها سيدخلها وسيعذب فيها رغم أنفه، فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن.
التحرير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديهم وسار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، قلنا أن من الثمرات أن يتذوق العبد حلاوة الإيمان أن يشتاق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر عظمة الله في قلبه، عظمة ربنا سبحانه وتعالى في قلبك بأنه مراقب عليك ومطلع عليك في كل أحوالك، في سرائرك، في علانيتك، في بيتك، في عملك. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، في الجو، في البر، في البحر، في حتى في خلواتك. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، يراقب أفعالك ويراقب تصرفاتك، وهناك ملكين يسجلان لك أو عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني إيه؟ ما تفعلون سجل يوم القيامة، تقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ساعتها تشوف كتابك. نسأل الله أن يعطينا كتابنا بأيماننا، وأن نأخذ كتابنا بأيماننا حتى نسعد بلقاء الله يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. خذوه فقلوه، سبعون زراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فاعلم جيدا أن الله سيراقبك ومطلع عليك ومسجل عليك حركاتك وسكناتك، عندها تقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، عندما تقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. كذلك من الثمرات استجابة الله عز وجل بالدعاء، أينما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا سألت ربك فاعلم أنك تسأل كريم، تسأل عزيز، تسأل غالب. فالله يقول: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري. لا كبرياء إلا لمن؟ الله. لا عظمة إلا لمن؟ الله. الكبرياء ردائي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الملوك؟ وأين السلاطين؟ وأين الظلمة؟ أين الذين ظلموا وافتخروا بظلمهم؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين ذلك؟ وأين وأين؟ وفي المقابل أين عمر؟ وأين أبو بكر؟ وأين عثمان؟ وأين علي؟ وأين غيرهم؟ أبو طلحة وكثير من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، واجعلها يا رب سخاء رخاء غدقا إلى يوم الدين يا رب العالمين، واجعلها آمنة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان، اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان، حيث قلت وقولك حق: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة في هذا الوطن يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا أنت عنا راض يا كريم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.